انت بتعرفيني انا ليلى جمال. انا ليلى جمال الدين. وانا اختي اسمها ريما. سعيد؟ كيفك فاروحة؟ شو بدك تقولي بعد؟ شو بدك تحكي بعد؟ ريما، أنا جيت لهون لحتى أتعرف عليكي، نحن ما خصنا باللي صار مع أهلنا. لك أنت جاية عم تقولي إنه أمي كانت مجنونة وإنه هي اللي خربت لكم بيتكم؟ مام شو في شو صار؟ اطلع أوضتك هلا! أوعك تتصرف شي من راسك عم تسمعني؟ هيدي زيارة تمهيدية، إذا في شي منك فهمه قلي هلا. شو عم تحفظيني استزهار أنت؟ قلت لك فهمت. يلا بدك شي جوجو؟ جوجو؟ مين جوجو؟ أنت قلت جوجو. إيه قال لها شي جوجو وسميرة ونانسي وغلوريا الشغل اللي حني على البيت. لما احساسك بخونه بتصفي مجبور تخون بتغمض عالصحة عيونك ضحيه نزوي بتكون. لما احساسك بخونه بتصفي مجبور تخون بتغمض عالصحة عيونك ضحيه نزوي بتكون. حضن الفكرت وطن كذبي رح تدفع له تمن وكرامة قلب ظلمته تصفي بالندم مسجون. جرب يا قلبي وقف قدام الحقيقة ضعاف جرب صلح أغلاطك خلي الندم انشاف. جرب يا قلبي قدام الحقيقة ضعاف جرب صلح أغلاطك خلي الندم انشاف. سر صعب ندوي للجرح بتلاقي الحب بوقفة خسران وما بيعرف ربح. في اشياء لما بتنكسر صعب ندوي للجرح بتلاقي الحب بوقفة خسران وما بيعرف ربح. ايدك بتضيع حقيقة تظلم مشاعر بريئة تركض لماضي مشتاق له ذكريات مسكر طريقة. جرب يا قلبي وقف قدام الحقيقة ضعاف جرب صلح أغلاطك خلي الندم انشاف. جرب يا قلبي وقف قدام الحقيقة جرب صلح أغلاطك خلي الندم انشاف. صباحو جناب المحافظ. أهلاً بالأميغو. كيفك تفضل؟ والله أيامك طيبة. هاي ما فيها مساءلة إنك أخذ له مكتبه؟ لا مش باقي هون بس جيت اخذ الملفات يلي طلب مني اشتغل عليها. ملفات التجارة والاموال الهكس فليكس تبعه يعني مثل الكبار كلهم. شو بدنا نشرب؟ والله بشيل قهوة مش احرقها فنجان من الصبح. وانا كمان. هلا يعني باقي هون عطول؟ ايه خلص رح اعتمد الشغل اللي انا بحبه، شغل الوراق والمكاتب ما بقى الجلدته. كلها وجع راس براس. انت اساسا كان لازم تعمل هيك من زمان. هلا يعني حنشرب نبيد ولا شو؟ نبيد وصاحب نبيد على حسابك ست فرح. ايه
أنا مبسوطة إنه نحن أصحاب. أنا مشان هيك جيت، لأني حاسس بعد في شي معلق بيناتنا وحابب أحكيك فيه. كيف يعني؟ يعني أنا وياك عشنا عمر طويل سوا، وأنت عملتيني بحب وصبر، تحملت مني كتير، بس بدك تعرف إنه أنا كنت دايما أحبك. النقص اللي عندي كبيته كله عليكي، لأنه ما كنت حبي ناقص قدامك. لا سعيد، بليز خليني كفي وخليني فش خلي. صحيح أنا كنت عم خونك، بس ولا مرة حبيت غيرك، ولا مرة ارتحت لغيرك. بكفي بس كنت أرجع على البيت حس هيك بالأمان والراحة. شعور معك غير كان. لكن ليش كنت تخوني؟ نقص هيدا، ضعف. الرجال هيك بس يحس حاله ناقص أو ضعيف بضيع، بصير يخبط شمال يمين وما بيعرف حاله شو بده يعمل. أنا جرحتك كتير وظلمتك كتير، وأنت ما كنت بتستاهل هيك معاملة. على كل حال أنا ما بدي منك شيء، بس بدي اياك تسامحيني. بدي احس انك سمعتيني. انا سمعتك من زمان، ونحن ما انفصلنا كرمال موضوع الاولاد، انفصلنا كرمال الكذب. أنا لو أعرف من الأول كنت تفهمتك. أنا كنت أحبك كتير. كنت؟ بس أنا بعدني بحبك. فات الأول. على القليلة فينا نضل أصحاب. أكيد. دمي ما تكون زعلت مني امبارح لا سمح الله يعني. لا بالعكس يا ميجو، أنا لازم أشهرك إنك وعيتني، ولا كنت غطست بحياة متعب كتير. هي القرارات السريعة اللي بتجي نتيجة هيك تعب وتعصيب عادة بتكون غلط، ما توخذني. أنا قررت كون مثل الروبوت، ما أتأثر بحدا ولا أنزعج من شيء، أكل وشرب ونوم وشغل وبس. شو بنا؟ شو صار لنا ساعة عم نحكي؟ عم قلك القرارات اللي بتجي نتيجة تعب بتكون غلط. شو طالع بالإيد بعد؟ ما خلص اللي راح راح. هو اللي راح راح فعلا، بس للي طالع بالإيد طالع. ركز لقلك كيف. هات لنشوف. هاي يا جماعة. أهلا. أهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة عمو. الله يسلمك يا روحي. كيفك أنت؟ منيحة الحمد لله. أنا مبسوط إنك عنا حقيقة. هيك كارين أعصابها بتتحسن وبترتاح. ما يكون لك فكرة عمو.
ايه فوتي لي المريض الثاني بليز. شكرا. بونجور. انا مش قلت لك لهم ما بقى تجي؟ انا مريضه سجلت اسمي برا مثل كل المرضى وانت سمحت لي فوت. شو بدك مني رشال؟ اعطيني من الاخر. بدي اياك الك. انت معك خبر انه هيك عم تطفشيني ما هيك؟ ما عم تقربيني لالك. واذا كان في احتمال اني ارجع احكيكي هلا شلت الموضوع من راسي كليا. وليش شلته من راسك؟ انا ما رجعت دقيت لك وما جيت صوبك. رشال فلي من هون. فلي من هون احمد طارق قول لبيك شو عم تعملي. اكيد ما معه خبر شو عم تخبصي. فيك تقول للبابا. وانا فينا هلا اطلع وصرخ واعمل لك افتتاح انك تحرشت فيني. يمكن مصيب بس تاكد اني رح اطفش. عم تهدديني؟ وبهيك شيء؟ والله العظيم الموت اهون من معرفتك. يعني معرفة فرح احلى؟ مين؟ يعني من الاخر انت المهم تعرف تعمل اللي قلت لك عنه. اذا بتحبك بيكون اكل، واذا ما اكل يعني اكس عليها يا دمي، بيكون بح طار الحب. رح اعمل اللي قلت لي عنه وان شاء الله يجيب نتيجه. ان شاء الله. المهم هلا تركني من هالمواضيع، انا قصدك بخدمه. اكيد يا اميجو، ولو هي اول مره بتطلب مني شيء. هو فعلا اول مره، لاني انا حدا ما بحب انرد خايب يعني. لا يا اميجو شو هالحكي هذا؟ شو نسيت اني اكرم؟ تكرم؟ لا البركه فيك، هي خدمه بسيطه بيني وبينك. يعني بما انك انت على مكتب وفيق، يعني كل ملفاته السريه تحت ايدك، طقل لي اياهم صوره من عندك بس. روي ما فهمت، كيف يعني بدك صور لك الملفات؟ الزلمة أمني وقال لي أنا بوثق فيك. معقولة أنا خون ثقته من أول يوم؟ هيني إذا هيك، لكن صور لي إياهم بكره، بكون صار تاني يوم، ما بتكون خنته من أول يوم. روي حط حالك محلي. ما هو صعب اني احط حالي محلك مثل ما انت صعب تحط حالك محلي. الزلم اللي عم تحكي عنه ضيعني وضيع امي. 18 سنه كببها إلها بالحبس وإلي بالشارع عم بشحد من العالم. لأنا نهار واحد بطفولتي ما شفته منيح، نهار واحد ما عشت مرتاح دفيان مبسوط مثل هالعالم، وانت جاي تدافع عنه. دخلك ليه عم تشوفه خياني لإله؟ ليه ما بتشوف اللي عم بطلبه طريقة لحتى تنصف صاحبك مثلا؟ روي اسمعني إذا بتريد، هيدي مش خيانة لإله، هيدي خيانة لمبادئ. أنا ما في استغل الأمانة يلي أمني إياها شخص مين ما كان يكون. أمانة قلت لي ها؟ ليش دخلك ذكرني؟ بيتك ما كان أمانة لما رهنته؟ مصريات ابنك ما كانوا أماني لما صرفتهم على صاحبتك؟ ولا بوقتها ما كان عندك أخلاق؟ كان عقلك ذهب ولم يعد؟ روي ما في روي، انسى روي. خلص روي، سلام يا صاحبي. ما تتأخر بيب، رح أعمل لك غدا ما بيفهم. تشاو.
جيسي بشرفك قولي لي شو صار. شو بده يصير يعني؟ بعدنا بالاول بس كل شيء ماشي مثل الساعة. بس يعني انا بعيدة عن الصورة ما حدا شك فيي صح؟ كرون كرون شو خصك انت بمريض رح يعمل فحوصات؟ حتى المريض ما بيعرفي، ما في غير انا بعرفك، ما تكوني خيفانة مني. لا تخيلي بس هيدي الحيوان اللي عم بتهددني شو بدنا نعمل فيها هلا؟ هيدي اتركيها علي، انا بعرف اتصرف معه، خلينا بالمهم هلا. شو قولي؟ بالنسبة لأكرم حطيت لك خطة رح يطق من غيرته عليك. يا ريت والله يا ريت. بتعرفي إذا زبطت معك إلك مني مبلغ ما رح تتخيلي بحياتك. إذا هيك اتفقنا. دي آدم صار لك يومين مش عبارك، قلي بك شي. يمكن ماما عندها حبيب جديد. شي طبيعي، أهلك صارون زمان مطلقين، بيك تجوز وأمك طبيعي ترجع تتجوز. يعني يجي رجال غريب يعيش معنا. بدك تحضر حالك لهيك شي. بعدين أنت قلت لي علاقتك مع بيك مش منيحة. إيه صح، بس إذا بده يعيش معنا رجال أنا بفضل باب مش حدا غريب. بعدين أنت عم تقولي لي بدك تتعود. أمك عندها حبيب؟ أمي عندها حبيب بس ما بيعملها منيح، بس هي بتحبه والهيئة مش عايش بوجوده. شو قصدك؟ ما قصدي شي. يلا شو ريما؟ فقلي؟ يوم للوحدة بس. طيب انت منيحة؟ ابدا انا مني منيحه. ليكي انا بعد عندي موعدين وبخلص، اذا ما اجاني شي حالي طارئه رح الحق. سوري دانيا بلا اليوم حابه ضل حالي، حتى حكيت مع فاتن تاخذ ادم وليا وبكره باخذهم انا. طيب ما بدك تحكيها؟ اوقات بحس حالي عبالي احكي معها، اوقات بحس حالي لا لانه بعدني كثير مأموره بدي روق. مش اذا بتحكيها بتروقي؟ معقول؟ خليني هلا فيلم نحكي بعدين. طيب يلا بشوفك. باي باي. أمانة قلت لي ها؟ ليش دخلك ذكرني؟ بيتك ما كان أمانة لما رهنته؟ مصريات ابنك ما كانوا أماني لما صرفتهم على صاحبتك؟ ولا بوقتها ما كان عندك أخلاق؟ كان عقلك ذهب ولم يعد؟ رين ماما وينك حبيبي؟ أهلا ستكارن. أهلين هيام، وين رين؟ أكلت ونامت. نوم الهنا يا رب. بقولون يجهزوا السفرة؟ لا خلينا ننطر أكرم، وجيسي رح تجي تتغدى معنا اليوم، أوكي؟ أهلا وسهلا، فإذا رح آكل على نومتها. ماشي هيام صحتين سلف. ميرسي. بالإذن. تفضلي، شو بتأمريني؟ أنا جاي أتفاوض معك بموضوع كارن. هي ما استرجت تجي لهون، بعتتك إليك؟ ما كانت حلوة منها الست كارن تفضح حالها، كانت اجت لعندي وقعدنا سوا وتفاهمنا. أنا مني صعبة هالقد. ما تعتلي هم، أنا وكارن واحد. هلأ قوليلي شو المطلوب حتى نلاقي حال؟ $50,000 كرمال تما أفضحها. وانت بشوفك تفضحيه؟ يعني تنعرف إذا هيك فضيحة مستاهلة هيك مبلغ. هي بتعرف عال، أنا بقلك لكن
بدك تفضحيها بموضوع سحب الدم واتفاقيتك معه، يعني لما كانت عم تجرب تفبرك موضوع خطفها، صح؟ صح. وانت يا حلوة معك دليل؟ طبعا عندي تسجيل لها بصوتها. لما كانت مأمنتلك يعني. مش مهم، بس انا عندي إلك سؤال، هيدا التسجيل ما بيدينك انت كمان؟ اكيد مبلا. هلا من الناحية القانونية فالقانون ما في حاسب على جريمة بعد ما صارت، ومن ناحية المنطق فحضرتك رح تتبهدلي مثلك مثلها. وطبعا انتو هون كتير بهمكن المظاهر، كل واحد فيكن مخبى بتيابه وعاملين السبعة وذمتها. شو قصدك؟ هلا شو بدك من الآخر؟ بدي تفيقي، لأنه لو صارت الفضيحة رح تتبرر لكارن والكل حينسى تاني يوم، بس انت الكل حيحاسبك، حتى الشغل بالمنطقة ما إلك بقى. أنا ما عندي شيء أخسره، أما هي إذا جوزها عرف بيطلقها، ولا أما ما بيناسبها هيك شوشرة. يمكن كان لازم أحكيها هي من الأول. طيب يعني أنت يا بدك الخمسين ألف يا بدك تفضحيها. بالضبط. هاي جاد. هلا دانيا. شو اليوم كل ما فوت عند حدا بلاقي فالل؟ والله أنا خلصت بس مش مضطر فل حاليا. عادي. أنت خلصت بس أنا صراحة بعد عندي موعد، إذا تأخروا رح فل. طب نشرب شيء قبل ما تفلي. ما بدك ترتاح؟ عاد بيرتاح هالأيام. قهوة؟ أوكي. اثنين قهوة من المعروف. شكراً. مصريات وتعبها، أنت شو دخلك؟ تعب شو؟ هيدي بتتعب فكرك؟ ما كل شيء بيجي لعندها على نص خدمتها، ولا بيا المحافظ يلي نهى بالبلد بوجه المبتسم، بعد عندي كل أخباره أنا. شو قصدك؟ ما قصدي شيء. تعطيني 50 ألف بلتي هي أحسن. ألو حضرة العميد، سجلت الحكي اللي صار؟ كلك ذوق عزبتك معي أكيد. هلأ أول ما صير بالسيارة بطمنك. شو عملتي أنت؟ كنت على اتصال مع العميد منصور وهو سجل كل الحكي اللي صار بيناتنا، وهلأ بدي استأذن منك، بدي روح أقدم شكوى بالابتزاز والتهديد مقابل مبلغ مادة، بس ما بعرف أقولك بروح اليوم أو بكرة. هذا الشيء رجعلك، فيني أطلب من العميد إنه يسحب الشكوى دغري أو بقلهم يجي يضبوكي، بس تقرري شو بدك احكيني على رقم كارن. أوكي يا حلوة؟ باي. طيب لا يمل فعلا، صار لازم ارجع على مكتبي. بسطت فيك جدا. وانا كمان بشوفك بكره. باي باي باي. شو هبلة من كل عقلة أني دق للعميد، بس ما بلومه. شو بدي أعرفها أني مسجلة رقم تاني باسم العميد؟ ألو؟ إيه كارون؟ إيه جيسي؟ شو عملتي؟ كل شي تمام، بس اوعك تردي علي لو دقت لك 100 مره. عم تسمعي؟ ماشي ماشي، ما رح رد لو شو ما صار، بس هلا خبريني شو صار معك. هيني انا جاي هلا على الطريق، بس انا قلت بقلك اذا دقت لك ما تردي علي. ماشي ماشي اوكي، ناطرتك انا. ايه يلا. عافية متر، كيفك؟ طمني عنك، ماشي الحال؟
بدي استشيرك بموضوع، بس مش قادر انزل لبيروت هلا، بينفع على التليفون؟ كثير عالي، رح اشرح لك التفاصيل. ها شوف، ما بعرف اذا شي مره قلت لك انه انا امي كان اسمها ريما، وبعدين مرته جابت بنت وسميها ريما، وكانت رح تقتل البنت بس خلصوها على اخر دقيقه. حماتي شو بتحبني؟ يلا تعي ناطرينك على الغدا. يلا. معقول ما تحبك يعني؟ كرون؟ وين عم تركضي هالكم يوم؟ صار لي كثير زمان ما ركضت للحقيقة، بس بتعرفي في كثير مطارح حلوة هون بالمنطقة. معقول؟ كارن الأبيض وقفت ركض؟ أكرم أنت بتعرف إنه الست كارن ربحت 4 مرات المرتبة الأولى بالماراثون؟ شو عم تحكي؟ لا ما كنت بعرف. مش بس هيك، ما بقي شاب بالجامعة وبرا الجامعة إلا ما كان ناطر كلمة منه. يا لطيف. تتذكري هيدا الشاب اللي كان يعرف صوت سيارتك بلا ما يشوفها؟ التقيت فيه هديك اليوم هون بعده بالمنطقة. عن جد؟ ولا ما كنت بعرف. معقول؟ صار لك عمر بالمنطقة وما شفتيه؟ صار لك كم يوم هون وشفته. إذا بدك هلا بس نخلص غدا ونهضي بنروح بنركض أنا وياك، شو رأيك؟ أكيد، وبالليل بنسهر سوا كمان. ما بدك تاكل يا امي؟ لا يا حبيبتي مش جوعان. لا انا بس جوع بقول لك، ما تعتلي. بك شي روي؟ لا ما بني شي، ما تعتلي امي. بس ما عندي شغل، قلت بريح نتفي. طيب ارتاح يا عمري ارتاح. يا ابو الزوز، ليك لاقيني على السبعة مثل العادة، وجهز لي شبان معك، في عنا شغل الليل. راسي كتير مطوش من اللي قلتي لي اياه امبارح، بس في نقطة وقفت عندها بديك تفسري لي. اسأليني شو ما بدك وأنا بفسر لك. قلتي لي إنه بابا كان مجوز أمك قبل أمي. مزبوط، أنا أكبر منك بسنتين. كل مشاكل أهلي كانت من ورا الخيانة. كيف أمي بترتكب هيك جريمة؟ إذا هي المرة التانية يعني ما في خيانة. ريما، أنا بفسر لك كل شيء، بس وعديني أنك تسمعيني وما تحطي اللوم علي. تفضلي عم بسمعك. أمي وبي كانوا مجوزين لما بي تعرف على أمك، ولما قرر أنه يتركها عرف أنه حبلة، وهيدا من زمان كان غلط كتير كبير، يعني كان ممكن أهلها يقتلوها. كرمال هيك بيي قرر إنه يتجوزها، ولما أمي عرفت طلبت الطلاق، بس بابا ما تركها لأنه كان معلق فيها كتير. كرمال هيك أخدتني وفلت. هذا الحكي قلتي لي إياه امبارح، بعرف
بدي اعرفه شو عدم ما بدا حتى امي تتهم بي بالخيانه لما صار عمري انا 12 سنه. رح اقول لك، لما امي اخذتني وراحت بي ما عرف نحن وين، بس قبل كم شهر قبل ما يموت رجعنا. ماما اخذتني محل ما انت بتلعبي، دلتني عليك وقالت لي هيدي اختك، كانت مخبرتني عنك كتير، قربت وانا تحركشت فيك، كنت عم تلعبي بولينج، لعبنا انا وياك، بعدين اجت امك لما شافتني معك، شافت امي اخذتك وفلت. بتذكر، ايه بتذكر، بتذكر هيك شيء. امك عصبت كثير وطلبت من امي انه تبعد عنك، وانا كمان ابعد عنك وفليته. يا الله يا الله، كيف هيك؟ امك اعتبرتها خيانه، فكرت انه بابا عم بيشوفنا وعم يجي لعنا، ومن وقتها جنت وصارت تتصرف تصرفات غريبه، ما بقى عندها توازن ولا تركيز على ولا شيء. لك شو احتمال تخبرني وين اراضيك؟ اللي صار لي ساعتين بدق لك ما عم لاقيك، وينك؟ لك كنت واقف مع الزلمه وانت عم تدق، ما بدي احكي قدامه. مش مشكله، شو صار معك؟ قل لي. قلت لك رح تزلزل الارض تحت اجريك، هلا جبت التكمله، معي صوره عن معامله البنك نفسه. احلى شيء، لك يقبرني الله. يا ابو الزوز اللي بعرفه، وليل عن ابوه اللي ما بيحبك منيح. وينك هلا انت؟ جاي صوبك، بعدك بالبيت؟ لا لا مش بالبيت خيي، لقيني على الموقف، روح. يلا رايح فورا. ايه عاد. ليك ابو الزوز؟ ايه روي قلي. او خلص روح روح، بديش احكي على التليفون، هلا بشوفك بقول لك، يلا باي. سلام. اوكي. بحاجة لمك توسيني، ما بنكر انه مش ذنبك كل اللي صار، بس ذنبك، ذنبك انك تسللتي وفتت على بيتي وعلى حياتي مثل الحية، مثل ما تجي لعندي تصرحيني وتقليني إنك أختي. شو في حياتي؟ شو صار؟ لك زمان ناطر؟ كثير. شو صار معك؟ هيدا اخذ زياده، حاولت اقلل الدفعه بس ما قبل، بس لما شفته جايب وراق بتنزل قروض السما اعطيته. ايه فداء وفداء اجرك، انت كمان رح تاخذ زياده اصلا. قلت لي بدك شبان لليله؟ تغيرت الخطط، الليله بدنا نفوت على مكتب وفيق، بالحلال بالحرام مثل اجري،
مهم نفوت. نحن لا. ان شاء الله. عفوا، يعطيك العافية. وين في أقدم بلاغة دخلك؟ تفضل أستاذ من هون. مشكور. هدي حياتي. صرتي أحسن؟ أحسن حبيبي. إنه ما كان بيسوى يمشي على الحوار بدون هالزعل كله. ريما معها حق. أنا فت على الحي بطريقة كتير غريبة. كان لازم أقعد معها. كان لازم أكون صريحة معها وخبرها كل شيء. وخاصة إنه لا هي إلا ذنب ولا أنا. بس أنا حق علي. اخترت إني لوفك. كرمال هيك مبلومة. طبعا فينا نلومها. هلا أنا بفهمها أنها انصدمت، بس لقوة تزيدها كتير يعني. أنت كمان جزء من هالقصة، جزء من هالمأساة. وأنت انظلمتي كتير، انظلمتي. أنا بفترض أنها كانت تفهمك لأنها تعرضت للخيانة. هيك بفترض. خلي الأمور تروق. لكل حادث حديث ساعتها. ايه فاتن، ما تعتلهم. لا هني 10 ايام ماكسيموم. ميرسي ميرسي، ريحتيني. لكن انا اليوم بحجز لك اونلاين وبعد بكره بتمشي. بدي سلامتك. باي باي. شو حبيبي مش الحال؟ ايه فاتن رح تسافر عني. اول مرة بشوفك بالجوجينج سوت. حبيت لبقلي؟ كتير. ميرسي. يلا انجوي لكان وانا ظاهر. وين رايح؟ ضيق خلقي، بدي اشوف الشباب بلكي بنلعب ورق. ماشي حبيبي. باي. يا حبيبي ما توقعت تجي لعندي اليوم. كيف قدرت تزمطوا اليوم سبت؟ حياتي قد ما مشتاق لك قلت لها من زمان ما غيرت جو ورايح العب ورق مع الشباب. لما احساسك بخونك بتصفي مجبور تخون، بتغمض عالصحة عيونك ضحية نزوي بتكون. لما احساسك بخونك بتصفي مجبور تخون، بتغمض عالصحة عيونك ضحية نزوي بتكون. حضن الفكرت وطن كذبي رح تدفع له تمن، وكرامة قلب ظلمته تصفي بالندم مسجون. جرب يا قلبي وقف قدام الحقيقة ضعاف، جرب صلح أغلاطك خلي الندم انشاف. جرب يا قلبي وقف قدام الحقيقة ضعاف، جرب صلح أغلاطك خلي الندم انشاف. صعب نداوي للجرح، بت
بتلاقي الحب بوقفة خسران وما بيعرف ربح. في اشياء لما بتنكسر صعب نداوي للجرح. بتلاقي الحب بوقفة خسران وما بيعرف ربح. بيدك بتضيع حقيقة تظلم مشاعر بريئة. تركض لماضي مشتاق له ذكريات مسكر طريقي.